ضم إلينا الآن ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من الولايات المتحدة الأمريكية. ياسر، بعد التحية، آخر الأنباء تتعلق بأنه ارتفع المؤشر الرئيسي لمعدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أو في الأربعين عاما الماضية خلال سبتمبر الماضي. لو تطلعنا على مزيد من التفاصيل. يعني في البداية دعيني أرحب بك مرة أخرى خلود وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. بالفعل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع ليصل إلى حوالي 9.1% هذا الشهر. يعني كان الرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد تحدث عن هذا الأمر، ومن قبله جو بايدن. قد ترك الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة التضخم ومكافحة التضخم خلود إلى الفيدرالي الأمريكي، والذي بدوره تحدث رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن التصدي للتضخم سوف يؤثر بشكل كبير على الأسر والعائلات الأمريكية، وهذا ما ألمسه بأم عيني في هذا الأمر. الأسعار أصبحت يعني مرتفعة، المواد الغذائية ارتفعت ما يقرب 2%، الاحتياجات الأساسية تحدثت عنها مندوبة في الحزب الجمهوري بأنها أصبحت الأسعار للاحتياجات الأساسية للمواطن الأمريكي تضاهي الرفاهيات، هكذا قالت. أيضا لا يفوتني أن أتحدث عن أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلود يتشبه دائما برئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر في الثمانينيات، وكيف استطاع هذا الرجل بالتشدد والإصدارات القوية والمؤثرة أن يتجاوز هذا التضخم في الثمانينيات. هو يلمح بأن، بل قالها صريحة بأن الأمر سوف يتعلق بصعوبة كبيرة سوف تواجهها العائلات، وهو ما يحدث الآن. أصبحت البطالة على الرغم بأنها يعني قلت بحوالي 7%، إلا أنه أيضا في الوقت ذاته خلود دعيني أقول لك بأن هناك تسريح من بعض الشركات، تسريح من بعض المطاعم للعمال. أصبحت الفائدة لقروض المنازل وصلت إلى حوالي 7% للغاية. عام من الآن، عام مضى من الآن، كانت فقط 2.5%، إذن تضاعفت إلى 3 أضعاف. هذا رقم كبير. هذا الرقم دعيني أقول لك أحجم من يريد أن يقوم ببيع منزله يعني جاريا وراء زيادة في الأموال أن يتوقف عن ذلك، لأن هناك صعوبة في أن يجد منزل آخر يعني بفائدة قروض ميسرة أو أقل من هذا الرقم. أيضا هناك إحجام من الشراء، حيث أن هذا الرقم كبير للغاية كما تحدثت. ودعيني أقول لك أيضا بأن كل الأرقام أو الزيادات في البنزين، والذي يعني انخفض بعض الشيء، ولكنه أيضا كان حوالي 2.5 دولار للجالون الواحد، وصل الآن ل4 دولارات، وفي بعض المناطق حوالي 3.57 دولارات، ولكن لم تعد الأسعار كما كانت كما قلت من عام تقريبا. زميلي، أنا بشكركم شكرا جزيلا ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا زميلنا من مارسيليا فرنسا خالد شقير، شكرا لكما.